نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم السبت 30 نيسان 2016. إنه سبت النور لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، واليوم نؤكد ونقول المسيح قام، حقا قام. وبعد يومين تنتهي الأعياد والعطل المتزامنة مع عيد العمل، وندخل الأسبوع المقبل في مدار الانتخابات البلدية والاختيارية، ونعود إلى دوامة قانون الانتخاب التي تعقد بشأنه اللجان النيابية المشتركة جلسة يوم الثلاثاء بعد الفشل في عقد جلسة عامة لمجلس النواب، بالإضافة إلى مواعيد متتابعة لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية وهيئة الحوار الوطني العقيمة حتى الآن. وعلنا لا ننسى الملفات الأخرى المفتوحة على صعيد الفساد، يلهونا بالانتخابات البلدية والاختيارية وننسى الملفات الأخرى. على حال، عن كل هذه الملفات سنتكلم اليوم مع ضيفنا النائب ألان عون، عضو تكتل التغيير والإصلاح. نهارك سعيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ ألان. يعني بصرنا وجودك معنا اليوم، وصار لك زمان ما طلعت. على كل حال، بدنا نروح بالطرقات أول شيء لحتى ونعيد بالمناسبة كمان كل اللبنانيين اللي تابعين طوائف الشرقية، ومنقول لهم ننعاد عليهم، واكيد حقا قام، قام وكتر كمان. وعقبال، كل مرة بنقول وعقبال قيامة هذا الوطن. بدنا نروح على الطرقات لنشوف حركة السير، يعني زحمة السير عم بيسببها جسر الكازينو. هلا كانت على بكره مستمره على المسلكين، ثم فتحت على المسلك الشرقي، فتحلحل السير على المسلك الشرقي باتجاه يعني طبرجة. اما من طبرجة باتجاه الكازينو يعني بعد العمل مستمره وفي عجقه، من بعدها بتفتح الطريق وعم نشوفها عند الملعب البلدي، يعني حركه طبيعيه بالاتجاهين. على جسر الدوره كمان حركه طبيعيه على المسلكين، وببيروت جسر شارل حلو وطريق المرفأ أيضا وأيضا حركة كتير طبيعية. ساحة سين بالأشرفية حركة طبيعية لنشيطة اليوم. الحمراء ما في مشكلة كمان، حركة طبيعية. كورنيش المزرعة جدا طبيعية. طريق المطار كمان، واخيرا صيدا. في شويه هيك ضغط بصيدا، يعني عن خلاف العاده ما بعرف، في اليوم في شويه ضغط. اذا نرجع مرحب فيك استاذ علاء عون. طبعا يعني مثل ما قلنا هلا ملهيين شوي مرتاحين، خلينا نقول بالعطل بالاعياد قلتيها بشكل سلبي وكانه عم نلهل بالبلديات على الموضوع الثاني، يعني لي نوبيش بالوت بالاخر. البلديات استحقاق اساسي اكيد اخذ الاهتمام الاكبر اليوم، لانه هلا فتنا بمرحله الانتخابات الحاميه احد الجاي، يعني احد الجاي اول دوره، أول دورة. عمليا شيء طبيعي وشيء صحي على كل حال، الحمد لله اشتقنا للانتخابات يعني. وهذا الشيء ما بيعني انه هذيك الامور لازم تسكت، بالعكس. وبعتقد اليوم يعني التجربه اللي عم نخوضها، وانا بقول مؤخرا بموضوع ملف الانترنت، ولكن في مواضيع ثانيه كانت سبقتها وان شاء الله في مواضيع ثانيه بتلحقها، انه عمليا بجديه من مجلس النيابه بدوره الرقابي بمواكبة من وسائل الإعلام اللي ما لازم تسكت عن كل هالموضوع، من دون ما توقع طبعا بالمبالغة فيما يخص يعني إدانة ناس أو غيره بشكل مش محق. بعتقد إذا هالسوني اشتغل مظبوط فينا ما بقى في شيء بيقدر يتطمس بلبنان عمليا، وهذه التجربة يعني أنا بلاقي كتير مشجعة. إذا اشتغلنا بهالطريقة رأي العام يوصل، مش مهم يتطمس، مهم يوصل للخواتيم. يعني بقول هلا حضرتك معني بكذا ملف، لأنه أنت عضو بلجنة الاتصالات. أنا مش عضو، ولكن عم بحضر كل اللي يعني عم بشوفك حاضر. طبعا عم بحضر، عم تابع هذا الملف تحديدا، يعني وتابعه
وايضا انت خبير بالاتصالات يعني اختصاصك بس. فبالتالي يعني اكيد يعني مطلع على هذا الموضوع وايضا بموضوع قانون الانتخاب باللجنه النيابيه المصغره اكيد متابع كذا شغله. بس اللي بدي اقوله بتحديدا بموضوع الفساد لاني لفتت بالمقدمه انه فعلا انا يعني بختبر وعن خبره هلا بعرف في كثير امور في 100 طريقه حتى واحد يطمسها. وهون بدنا المهم نحن تضل عيننا مفتوحة. نعم. عيننا وعينكم. نحن عيننا كنواب بالرقابة وانتو عينكم كوسائل إعلام. لأنه هيدا الشغلة الوحيدة بتخلي يعني اللي من وراء الجميع عم يجرب يطمس ويخفي ويعمل. نعم. يعلق. نحن بنحط الأضواء على الموضوع. الأضواء طالما عم نضوي طالما كتير صعبة انه الأمور تتطمس. إذا الإعلام طفى الموضوع أو النواب استلشقوا وخلص ما عادوا لاحقوا عمليا بعتقد ساعتها انه الامور اكيد بتنطفي. هلا في طبعا بعض الاعلام عم يغرق بالكيديات يعني كمان بهذا الموضوع هون بذات الوقت يضل الاعلام مسؤول وبنفس الوقت يعني كمان بتفاصيل عم بيغرقوا فيه. يعني بنركز على موضوع بعطي مثل يعني مين اعتدى بالزعرور على المدري الاخير هي بننسى الاصل انه مين ركبهم اساسا مو وين اجوا. انا ماني جاي اعمل محاكمه وسائل الاعلام بس بدي اقوله بشكل لا عام اكيد بس انا عم بعطي امثله يعني انه وهلا عم ينقال انه كمان يعني عم تنطال بعض الرؤوس حتى تحمي الرؤوس الكبيره يعني بعض الناس تم توقيفهم على مستوى اصغر من الـ من الـ من المسؤولين الاساسيين يعني ورؤوس. انا بقول هيدا على كل حال رح يكون جزء من النقاش بالجلسه لجنه الاتصالات نهار الثلاثاء. عندنا جلسه نهار الثلاثاء ورح نرجع الاربعاء ورح اكيد نشوف بحضور طبعا الجسم القضائي وين صارت التحقيقات لانه نحن بعدنا عم نلاحق وعم نتابع ولأنه رئيس اللجنة نائب حسن فضل الله عم بتابع بشكل كتير جدي الموضوع بمواكبة إعلامية أيضا بمواكبة نيابية مزبوطة. بعتقد ما في أمور بقى عم تمرق بسهولة وأنا ما بدي أكشف اللي عم بصير بقلب اللجان بس فعلا جوا النقاش كتير صريح يعني ما حدا بيقدر إن كان وزير أو إن كان مدير عام أو إن كان قاضي ما حدا بيقدر يمرق شو ما كان على النواب إذا هن كانوا واعيين كل كلمة عم بتم مناقشتها. نعم. كل كلمة عم بتم ليش عملت هيك ليش ما عملت هيك ليش هون بعد ما نعمل إلى آخره. هيدا الشغل الجدي اللي بخلي إنه الأمور ما بقى تترتب وهيك وتتلفلف بطريقة. وبعتقد هون بحيي طبعا الجهد اللي عم بيعمله النائب حسن فضل الله على هالموضوع وبتأمل إنه الإعلام يضل مواكبه وبتأمل إنه الإعلام أيضا يواكب كل اللجان النيابية اللي عم تقوم بعمل الرقابة. مثلا النائب إبراهيم كنعان اللي عم بيتابع موضوع النفايات مؤخرا بلجنة المال كمان هذا الموضوع إذا ما تابعناه بجدية من قبله ومن قبل الإعلام بكره بينطفي وبينسوا العالم انه 8 اشهر قعدت سبيله بالطرقات دغري بس بلشنا نشيلهم سكرت. هلا اليوم الناس هلا من بعد ما نشيلت زباله لازم هلا تبلش ضغطه حتى هالدوله تقوم بوجباتها من ناحيه الوصول الى حلول مستدامه لموضوع انه بكره المطمر النعمه بده يسكر لانه اول شيء النعمه قريبا رح يسكر وطب ولو الكوستا برافا وبرج حمود افترض رجعوا اشتغلوا لكن نحن رايحين على مشكلة جديدة إذا اليوم ما نعمل الحل المستدام. مش ينسوا الناس لأنه هلأ نشيلوا زبالة من حد البيت أو من الطرقات أنه هن عندهم مشكلة واعين فيها. هلأ الضغط لازم يصير بهالمرحلة يلي ارتحنا فيها حتى نتأكد أنه الحل المستدام لموضوع زبالة من لمعالجة النفايات أكين معامل أكين محارق أكين شو ما كانت الحل تتحمل المسؤولية مسؤوليات تتحمل الحكومة عفوا مسؤوليتها وتطلق المناقصات اللازمة حتى بعد سنتين أو ثلاثة أو سنة ونص حسب كل وكل شو الخيار اللي عاملينه ما نكون بعدنا محلة أو نقع مزيت المصيبة. لأنه مثل ما قلت يعني مش بس الناس بدها تعمل ضغط إنه أو ترتاح إنه أين شالت الزبالة خي ولو بعدنا عم نشم الريحة يعني بشكل مش طبيعي. الحكومة بترتاح إنه خي لقينا حل ننسى نرجع نكفي. نحن مشكلتنا لبنان ديفو تبعنا يعني احدى ميزاتنا السلبيه انه ذكرتنا قصيره دغري بننسى يلا نسينا هالموضوع. مشان هيك انا يعني بالمقدمه قلت ان شاء الله يعني ما نلتهي بموضوع بكره عنا شهر انتخابات بلديه وننسى ننسى الملفات بلدية الاخرى. بلديه طبيعي وفارضه حالها وشي طبيعي منيح انه مره كل 6 سنين يطلع لنا شويه حماوه انتخابيه بس دغري من بعدها بكره بعدين
انتم كوسائل اعلام ونحن كنواب وكل القوى المؤمنه بهالموضوع المجتمع المدني وكله يضل ضاغط 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 حتى الحكومه ما تقصر بواجباتها من خلال اطلاق المناقصات اللازمه ومن اجل ايجاد كل المعامل المعالجه اللازمه، لانه بكره رح نوقع بمشكله مطامر، لانه لبنان عاجلا ام اجلا مساحته وخاصه جبل لبنان، خاصه جبل لبنان وبيروت خلص محدوده، مسار الكثافه السكانيه فيه وين ما كان، وين ما ما بدك تعملي مطمئن رح تلاقي ناس قاعدين حده، رح تطلع الصرخه. وديجا شفت الصعوبه اللي صارت حتى نقدر نوجد هالحلين، يعني اللي هن مؤقتين، فبسرعه لازم نرجع نحط ترين على السكه حتى بعد سنتين ما نكون بعدنا محلنا. نعم، بس بما انه فتحتنا الموضوع يعني من انطلقنا من موضوع الفساد وملف الانترنت، يعني عم بتقول انه مكملين ولجنه الاتصالات والى اخره، بتتوقع يعني توصل يعني للنهاية بمعنى أنه فعلا ينكشف المسؤولين منها في رؤوس كبيرة؟ أول شيء بدون ما تسمي في رؤوس كبيرة أو ما في رؤوس كبيرة متورطة، يعني كمان الناس بهمة تعرف هذا الموضوع، شو حاسين؟ أنا ما بقدر يعني حل محل القضاء حتى يكون واضحين. أنا بقدر بنقاش داخل اللجنة النيابية بالعرض اللي بيعملوا القضاة اعتبر أنه هذا الشيء اللي بيحق لي طبعا من دون ما اتعرض لسريه يعني عمل القضاء والتحقيقات وغيره، ولكن بحق لي اذا حسيت انه هناك امور ما تكون غامضه استفسر عنها، هذا دور الرقابه وبحق لي. اذا اليوم اعتبرنا انه هلا ونحن صراحه كل جلسه عم بيصير هيك وفي امور على اثر النقاش اللي صار بيننا وبين يعني داخل اللجنه وبيننا وبين القضاة تم اخذ تدابير من قبل الجسم القضائي من اجل معالجتها على اثر النقاش اللي صار. ما بدي ارجع هلا لورا واكشف يعني تفاصيل النقاشات اللي صارت. اليوم نحن اتينا على جلسه مقبله ومن هيك عم نترك وتيره جمعتين تقريبا، لانه طب بدك تتركي هالقضاء يعمل تحقيقاته، مش كل يوم بدك تجيبيه على اللجنه، يعني ما هي كمان في بدها شويه وقت. جاي اليوم يعرض علينا القضاء وين صار بهالموضوع. نحن اكيد في عده مسارات وشرحها يمكن مدعاه من تمييز اكثر من مره. في مسار تحقيقات حول اربع مسارات، واحد منه ويمكن شرحها ما بدي ارجع هلا افوت بتفاصيلها، في مسار له علاقه بالانترنت الغير شرعي بشكل عام، يعني استجلاب هالساعات الدوليه من برا، هذا تحقيق ماشي. في شيء له علاقه بكيف تم ادخال هيدي المعدات، طب كيف فاتت على الحدود، هذا تحقيق. في قصه اشكال الزعرور واللي صار، هذا كمان تحقيق. وفي قصه كمان كيف تم تركيب هالمعدات وما حدا عارف بالوقت اللي القوى الامنيه اذا واحد علق خيمه على بالكونه بنشوفه طبوا ليه هذا سؤال الناس. فاذا هيدي امور هلا القضاء عم بحقق فيها. هلا انا ما بدي فوت بكل تفاصيلها هلا، بس بدي اقوله نحن عم نحاول بكل جلسه نستعرض كلنا سوا مع اول شيء مع الوزاره ووزاره الاتصالات والوزراء المختصين، يعني كان وزاره المال واليوم هي معنيه بالتحقيق بموضوع الجمارك بعد ما طلعت قصه ادخال المعدات، وزاره الدفاع اللي هي ايضا معنيه بمكان ما عملت تحقيق لتشوف اذا هناك فعلا خرق امني عمليا ل يعني هذا ايضا مسار تحقيق لتشوف اذا في خرق لا سمح الله امني من خلال هذا الموضوع. وايضا معنيه لانه هي اجمالا اجهزه الاتصالات يلي بتفوت على المطار، طبعا الاجهزه الكبيره اللي لها علاقه بالمواصلات، مش عم بحكي كل تليفون، كمان مطلوب رخصه من وزاره الدفاع بهالموضوع. نعم. طب كمان كيف جزء من التحقيق هو كمان كيفيه ادخال هيدي فاذا كل هالمسارات حول الخرق اذا في خرق امني او كيف تفتت المعدات او كيف تم تركيبها او اشكال الزعرور او موضوع قلنا الانترنت غير شرعي اللي عم بيجيبوا يعملوا مضاربه على الدوله وبيروحوا عليها ميل والى اخره، هيدي اليوم نحن عم نسائل كل جلسه وين صار التحقيق فيها وين صارت هيدا. هلا الاعلام مواكبه اوقات بدقه اوقات مش بدقيق بشكل دقيق، اوقات بموضوعيه اوقات يعني بسبجكتيفيتي يعني باستنسابيه او غيره. خلينا نشوف نحن نقوم بدورنا، اذا نحن استلشقنا عم بقول لك كنواب وانتم كاعلام طفيتوا الموضوع بينطفي مثل كل شيء بلبنان، بس لحظه هلا مش هيك المسار، مش هيك هلا الاسماء الكبيره او الصغيره انا ما لي حق ولو عندي معلومات انا قلت لك ما تسمي، بس قلت لك ما عندي حق أنا بتحس في اسماء كبيره يعني في رؤوس كبيره. تمام، هلا ما بدي انا استبق التحقيق والنقاشات اللي عم بتصير،
بس اليوم في قضاء هو عليه انه يعرض ويوصل بالتحقيق ليعرف مين كان وراء كل تلك الامور، كيف انعملت هالامور، كيف فاتت بشكل غير شرعي، كيف تركبت بشكل غير شرعي، كيف اشتغلت بشكل شرعي. مصالح استاذ الا يعني تؤدي بالاخير الى طمس الحقائق. الاتجاه اللي نتج عن كل هذا المسار، ان كان تحقيق القضائي او النقاشات، اكيد هو اتجاه اكثر رايح باتجاه موضوع له علاقه بالمنفعه الماديه اكثر ما هو له علاقه بالخرق الامني لحد هلا. ليه؟ يعني تبين انه هذا الموضوع اكثر مرتبط بخلفيه ماديه اكثر ما هو مثلا في خرق انه ما في للا. يعني ما في خطر من خرق امني كان يعني لهلا ما صار التحقيقات ما بين يعني لا إنه رايح بهالاتجاه اكثر بس انه واحد ما في ينفي نهائيا تكون خلصت التحقيقات بشكل كامل. ولا طيب كنا كثير لا بدنا نقول اكيد نهار الثلاثاء لانه عندنا جلسه لاعاده البحث في قانون في 17 مشروع واقتراح قانون للانتخابات النيابيه من بعد ما انتوا اشتغلتوا يعني ما بعرف بجلسات ما بعرف اذا كان لها طعمه او بلا طعمه يعني بس لي 4 سنين انا بلجان لها علاقه بنو انتخابات يعني بلشت بلجنه كركي على اثر دعوه دعينا اياها البطريرك الراعي طلب هو من كل القوى يعني المسيحيه تسمي ممثل من وقتها بعتقد اجتمعنا بالديمان اذا ماني غلطان كنا ب 2012 بصيفيه 2012 يعني رح يصير لنا هلا بالصيفيه 4 سنين، انتقلت من لجنه كركي الى اللجنه النيابيه الاولى. لحديث التمديد ب 2013، رجعنا عملنا سحبه ثانيه ما بعد 2013 لحديث بدايه لحديث 2014، رجعنا وقفنا بريك، رجعنا هلا على اثر اخر جلسه هلا تشريعيه عملناها بتشرين ثاني 2015، كمان انبثقت لجنه صغيره لموضوع انه الانتخابات. وهلا رجعنا على اللجان المشتركة. طب هذا الموضوع توصلنا لهون استاذ ألان يعني ما بتتحملوا انتم كقوى كانت معارضة لجلسات التشريع ومصرة على إدراج قانون الانتخاب على عرق جدول العمل يعني هذا التمييع بالموضوع يعني ما بعرف كأنه يعني كان في شعور لدى البعض انه الرئيس بري بالشكل بين مثل كأنه هو تجاوب مع مطلب القوى المسيحية انه ما راح يقعد جلسة تشريعية بغياب قوى أساسية مسيحية وحفاظا على الميثاقية الى اخره وبس عمل كبلكم قشرة موز انه اوكي بدكم قانون انتخاب انطروا لكن لا مش انطروا هلا روحوا على اللجان النيابية ورجعوا من جديد انه شو بده يعمل ملغص بالبحث هو اول شيء من ناحية الشكل اكيد بعد ما كل واحد طبعا شد حبال وبالاخر رئيس بيري يعني شد باتجاه اجراء جلسة تشريعية ولكن بتعرفي انه هو بالاخر كثير حريص على الميثاقية ولو اوقات يعني بيضغط وغيره بشد الحبل بس ما بيقطشه رئيس بيري بالاخر يعني وصل لمحل اكيد ما كان في يتجاوز ما بيقطشه ما بحدا ما بخلوه يقطشه لانه كان عم بيهدد انه عم بيقول ما بتحجوني لما ما تخرجوني واذ به اوكي بس انا شخصيا بمعرفتي فيه كنت عارف كنت حاسس انه هذا الشيء بالاخير نوع من ضغط مش حقول مناوره ولكن نوع من ضغط اسلوب يعني بلكي نتراجع عن موقفنا بلكي نتراجع عن موقفنا بس باللحظه الحاسمه ما راح يعملها لانه بالاخير منه بيعرف انه هاي القواعد ما هو حاططها يعني هو ما بده يكسرها لانه اذا بتخلقي سوابق بهالموضوع ما نهار بكره المكون اخر بالبلد بحاجه انه ما حدا يتجاوزه فينا نروح نحن الاكثريه ونغطي الجلسه ونتجاوزه يعني ما بيصير يعني هذا الشيء يصير واليوم مع يعني مع التكتل المسيحي الواسع اللي صار حول هالموضوع ما عاد في طبعا يتجاوزه هلا طيب شو بيقدر يعمل؟ كان المخرج انه نرجع نروح الى اللجان المشتركه لمناقشه القانون. جميل. هلا نحن اليوم رجعنا مش رح اقول للمربع الاول لانه صار في كثير نقاشات بالسابق فيها تختصر كثير من النقاشات اللي بدها تجي باللجان المشتركه. يعني من وين بده ينطلق النقاش؟ هل من اول قانون تقدم يعني بالتسلسل التاريخي او اقتراح قانون يعني للبحث او من يعني اللي كنتوا عم تناقشوه باللجنه النيابيه المصغره؟ مثل ما قال الرئيس بري بمؤتمر الصحفي حصرها باللي كان نناقشه باللجنه يعني عم بيقول ركز على المادتين اللي هن اصلا اساس كل القانون
طبعا من دون ما نهمل كل الاصلاحات الاخرى يلي بعتقد على مستوى اصلاح انه الانتخابات من ناحيه يعني كل الاصلاحات الطرحينه واللي هي ضروريه مثل الورقه المطبوعه مسبقا، هي مثل الكوتا او غيره من الامور يلي ممكن كوتا نسائيه او غيره ممكن تنطرح داخل القانون، هي منها هي الاشكاليه الكبيره، هي بيلتقى عليها حل. المعضله هي اي نظام انتخابي نسبي او اكثري وشكل الدوائر، اي دوائر هيدا الكل بتبرم هون. طب اللي ما قدرتوا توصلتوا له باللجنه المصغره بده يتوصلوا له باللجان النيابيه المشتركه؟ انا برايي صعبه. يعني بالاخر يعني قرينا مضمون التقرير اللي صادر عن اللجنه المصغره فارغ. ايه؟ ما في اتفاق. ما في اتفاق. ايه بعرف. ليش ما ما اتفقنا؟ طيب شو انه اذا كان ما قدرنا اتفقنا باللجنه المصغره انا مش كيف نتفق؟ ما رح نقدر نتفق. اليوم طالما في تباعد، اول شيء في تباعد لانه بيقولوا الشيطان بالتفاصيل. نعم. طبعا اذا انا بدي اقول لك نحن الفريقين يلي او كنا عده افرقاء كنا ضد القانون المختلط، مش هيك؟ نعم. صار في نقاش بين يلي مقيدين القانون المختلط حول مشروعين، مشروع الرئيس بربي، مشروع القوات وتيار المستقبل والاشتراكي. اشتراكي هن بين بعضهم المتفقين على المختلط ما اتفقوا على المختلط بتفاصيله. يعني اليوم بكل قانون عندك 100 تفصيل بتعلق عليه، كثير صعب توصل الى قانون انتخابات تتفق عليه، خاصة أيضا إذا عندك قوة مرتاحة للقانون الحالي ما رح تسهل لك مهمتك. إذا اليوم أنت عندك فريق مثلا سياسي مرتاح لقانون 60 وهو القانون الأقوى وسير المفعول يلي ما حدا بيقدر يهزمه. نعم. لأنه كل لأنه موجود. لتجيبي قانون جديد بدك تفاهم، لتبقي قانون 60 ما بدك شيء، بضلك مختلفة. فإذا طالما في قوة بلبنان راضية عن قانون 60 ما رح تسهل لك مهمتك ابدا. لتقدر تخلق ظروف تغيير قانون الانتخابات، طيب انت بتاريخ لبنان قدرنا نغير قانون الانتخابات بسهوله، شيلك على مرحله السوريين، طيب بخلطوا بفصلوا مثل ما بدهم، هن بيقرروا هن بيعملوا. من 2005 اول فرصه اجت لتغيير قانون الانتخابات اجت 2008، ظرف طويل عريض نحن ونحن تحديدا كتكتل تغيير اصلاح ضغطنا ليكون زدناه كبند ضمن الحل بالإضافة إلى حل رئيس الجمهورية حكومة الوحدة الوطنية، ضغطنا ضمن المفاوضات والأزمة اللي صارت من 2006 إلى 2008 أنه يكون هو ضمن السلة. عظيم. فرضناه على الأجندة وبظل مؤايدة كبيرة في الدوحة قدرت تخلق ظرف حتى تجيب قانون انتخابات، وصار في تنازل من الشركاء الآخرين من البلد تحت طبعا قصة أنه ما نرضي المسيحيين بشيء، خاصة أنه طعمينيهم ضرب بموضوع الرئاسة. أقولها مثل ما هي. عظيم. خلقت نوع من موضوع مقايدة وظرف، وكلنا بنعرف أي ظرف صار في الدوحة. وما بدي أرجع لهالهيدا. إجا قدرت تغير الانتخابات وطلعنا بنتيجة إنه هذا الانتخابات لأنه بالوقت اللي هلأ هيك كانت الخيارات بوقتها، ما بدنا نرجع لورا. طلعنا بنتيجة إنه هذا الانتخابات رح نعمله لمرة واحدة وما بدنا نغيره. وهذا الكلام تأكيدا على أنه بدنا نغيره بقلك أنه حكومة الرئيس السنيورة بال 2008 يعني أول حكومة عهد الرئيس سليمان ببيان الوزارة حاطة تغيير قانون الانتخابات. حكومة الرئيس الحريري بال 2009 بعد انتخابات النيابية ببيان الوزارة حاطة قانون الانتخابات. حكومة الرئيس مئاتي بال 2011 حاطة ببيان الوزارة تغيير قانون الانتخابات. حكومة الرئيس تمام سلام بال 2014 حاطة تغيير قانون انتخابات. فاذا ما فين يقولوا لنا انه انتم وافقتوا بوقتها هذا القانون، كلنا بنعرف انه هذا كان قانون تسويه وضمن التسويه كان اعاده تغييره بالمرحله اللي على انه بثلاث اربع ايام بالدوحه ما قدرنا نوصل لاكثر. نجي هلا على هالموضوع. طيب فاذا في تكريس واقرار وطني انه قانون انتخابات بده تغيير وهو لا يعكس صحه التمثيل كافيه. اوكي. طيب واحد. بنجي فاذا على هالموضوع بنقول بدنا قانون انتخابات. طيب ما في اقرار بالمبدا، ولكن عمليا كل مستفيد من القانون الحالي ما راح يسهل المهمه. كل مين المستفيد من القانون الحالي؟ هيدي يعني انتم يعني بعتقد المتهم الاساسي بهذا الموضوع هو المستقبل، انه هو اكثر واحد مناسبه لانه ووليد جنبلاط كمان. هاي. يعني اوكي. بس المستقبل عم بيقول انه هو مستعد ل يعني القبول. عزيز. بالمختلط وعنده مشروع مشترك مع هلا. هذا اول حساب. بدنا نقول نجي الحساب الثاني.
بيجي كل واحد بيعمل حساباته. انا بقانون باي قانون بدها تدخل حسابات السياسه، حيجي يقول طب انا اذا بهالقانون بيعمل على ورقه وقلم اوكي هيك تك تك بيحسب الدوائر، بيطلع معه انه لا هو هلا كتلته 40 نايب بدها تصير كتبته فرضي 20 نايب، لا ما بتوفي معي ما بدي اعطي. مش بس هيك بدك تشوف كمان اي قانون بيأمن اكثريه لاي فريق، انا كتلتي هيك انا كتلتي هيك ما لا ما بتزبط. فاذا نوقع بقصه الحسابات الانتخابات او حسابات الاكبر، انا وحلفائي هالقد وانا وحلفائي هالقد، هذا بياخذ اكثريه هذا بجيب لي اكثريه هذا بجيب لي اكثريه. اذا ما نفتنا هذا الحساب ما حدا رح يسهل لك مهمتك. بدي افترض انه خيي ما منه معه مشان هيك يعني افترض انه الكل بده يغيروا قانون 60، طب تعال نروح على اي قانون، نجي على اي قانون شو بصير؟ بصير حسابات اكثريه. طب اوكي بغير قانون 60، هذا بقول لك انا بجي على هذا القانون، هذا غير قانون 60 بس انا بجي عليه، وهذا بقول لك انا بدي هذا القانون، نعلق بقصه الحسابات. نجي لهون على الحسابات، يعني ما بقعد يسهل لك مهمتك، يا بتعطيه القانون اللي بده اياه يا ما بيعطيه لك، بدليل حسابات قانون المختلط. ليش تم تعديل قانون المختلط اللي طرحه الرئيس بري وعلى اساس؟ تم تعديله كل التعديلات المعموله على خلفيه حسابات انتخابيه بدها تؤدي نتائج معينه. طب كيف بدك تتفقي بهالحاله معناتها عندك فريقين متناقضين؟ اما مشان هيك استاذ علاء، انا قلت ما تكون هيدي القصه انه قشره موز لكم، يعني انتم عارفين انه ما رح يوصل، ما رح توصل يعني تضلي التفاهمات ما رح توصل لمحل على موضوع. انا رح اقول لك شغله، نحن عم نضغط لخلق ظرف تغيير انه انتخابات، العقده مش بتقنيات. عن جد انا هلا باربع سنين لجنه قانون انتخابات، يعني بيطلع لي دكتوراه بالموضوع انا وزملائي، لانه ما مرق قانون صرتوا متخصصين، ما مرق قانون ما حكينا فيه، ما مرق قانون فتنا بتفاصيله، ما مرق قانون ما حسبنا شو بيعطي وما حسبنا. طب معقوله يعني الموضوع ما يكون في ولا طريقه ترضي كل الافرقاء مثلا؟ كثير صعبه، بس كمان بتعرف شو يعني ترضي كل الافرقاء؟ يعني كمان ما يكون يعني هلا بتعرف شو الطريقه؟ يكون يعيد انتاج نفس القوى ونفس الكتل، ولكن يمكن بركي ب بحلك شغله، ما فيك تحلي احجام مختلفه، ما فيك تحلي مشي قانون انتخابات الا ما تفوتي ب مقاربة حقوقية وليست مقاربة حسابات انتخابية. كيف يعني؟ يعني إذا أنا بمشي بمنطق أنه أنا بدي أسمح لكل طائفة أن تكون المؤثرة في انتخاب أعضاء، ما بدي فوت بحسابات أنه مين بده يربح والمقعد. نحن كمسيحيين عم نقول بدنا مقاربة بالأول حقوقية. طب أنا بدي أعطيك مثلا بالدوحة، وقت أصرينا على فصل دائرة الأشرفية عن باقي بيروت أو تقسيم بيروت، نعم نحن رجعنا خسرناها بالدائرة بالانتخابات. مش جبناها لقلنا، قلنا حق المسيحيين يقرروا بالانتخابات الـ 2009، من بعد ما جبناها خسرناها، ولكن كانت التأثير الأساسي والأفعل هو للمسيحيين بالأشرفية. أنا اليوم بده يقبلوا الآخرين، أنا بدي أرجع فعل التمثيل الطائفي مثل ما هو لازم يكون، يعني رد الفعالية للتمثيل المسيحي بمعزل عن مين بيربح، اذا حليفي او حليفك. هيك القصه، اتركوا هاللعبه تصير بعدين، وانتم جربوا ربحوا من ضمن هاللعبه، كيف رجعتوا ربحتوا الاشرفيه؟ فرق انه طلعتوها من دايره تاثيركم، قبل كنتوا تطلعون بالبوسطه بالاشرفيه، هلا بتطلعون بمعركه غير المسيحيه، هلا روحوا طلعون عبر حلفائكم. هي مقاربه بتزبط، خاصه انه اللعبه عن المسيحيين مفتوحه. هلا بيجوا طلعونا حجر واتفقنا نحن والوالد بطلت مفتوحه، بس انه هذا غير الموضوع، بس انه عمليا هيك تعمل مقاربه حقوقيه. اذا اليوم بدي فاعل الصوت المسيحي بدائره معينه، بدي حرره من تاثير البوسطه والمحدله، بحرره مش لصالح التيار او لصالح القوات او لصالح الكتائب او لصالح المرضى او لصالح اي فريق اخر. ايه بس انا لازم بحرره وفلتجري المعركه عليه، وانا وشطارتي وحلفائي لاربحه، هيك بتقدر توصل لنتيجة، بس هي ما بدهم يعملوها لأنه مش مضمونة. يعني إذا عندك شغلة مضمونة بتروح على شغلة مش مضمونة، فإذا أنت بشو بعمل لك؟ يعني أنا عندك مشكلة تاني وقت لا بيك تحطيني بمحل، عم نحكي هلأ صرنا سياسي، ما فيك بقى تغيري أنه انتخابات إلا ما فريق يهزم الآخر ويفرض شروط الخسارة عليه، يا أما بتدخليه ضمن مقايضة كبيرة لتقدر تاخذي تنازلات. ولحديت هلأ ولا واحد من هالثلاثة توصلني له لسبب لهاللحظة بعد أربع سنين ما في قانون انتخابات جديد، مش لانه ما في قانون تقنيا، لانه لحديت هلا بعد ما انخلق ظرف
لتغيير قانون الانتخابات. وانا بتذكر اذا زملائي بالتكتل بيذكروا هذا الحديث. نعم. وقت عملت مداخله بخلوه التكتل بدير القلعه. نعم. على اثر التمديد الاول بتتذكري عملنا خلوه للتكتل فوق. مظبوط. وكان في احدى الجلسات بحضور العماد عون طبعا وكل الزملاء النواب والوزراء. كان موضوع الانتخابات، قلت له ما بقى نعذب حالنا، نحن ضروري نخلق نشتغل على خلق ظرف تغيير الانتخابات وليس تفصيل الانتخابات، لانه هذا بيجي بعدين. حاليا شو يعني شو بتقصد بالظرف؟ يعني الدوحه خلقت ظرف مقايضه، ظرف فرض حاله يعني بوقتها، لانه كان في كنا طالعين يعني من انت خلقت ظرف عيار لا لا لا، وحتى انت باردون شوي انت انطرح سله حل بعد ازمه 2006، فرضت الانتخابات على السله وقت هيدي اجت على اثر اجى طرح بالاول انه بال 2007 بتذكر انا ارسلني العماد عون عند الرئيس بري، بلغني رئيس بري وصل له رساله انه اجى طرح من السعوديين وقت اخذ اللبنانيين، هيك كنا ب يا نيسان يا ادار يمكن 2007 مش بتذكر الشارع المضبوط، انه ناخذونا على الطائف لنحل مشكله الازمه، بتعرفي كانت صارت حكومه مبتوره وغيره. وقتها وطرحين طرحين بندين قانون الانتخاب، عفوا رئيس الجمهورية حكومة وحدة وطنية، رجعت عند العماد عون بلغته تناقشنا ورجعت رد قال لي بترد لهم رسالة انه نحن موافقين على مبدأ ولكن بتزيدوا بند قانون الانتخابات. ومنذ ذاك الحين ما عاد في ولا طرح الا ما يضم هالثلاث نقاط. وبعدين لاحقا المبادرة الاوروبية ولاحقا مبادرة الجامعة العربية اذا بتتذكري كلها اشتغلت على ثلاث بنود. طيب نحن حطينا قانون الانتخابات، رجعنا ضلت الامور لوصلنا الى مشكله الدوحه ووصلت لهالشيء، بين فريق الى حد ما خسر وبين مقايضه كبيره قلت لك عنها موضوع المقايضه. اليوم هذا الظرف بعد ما انوجد لتغيير قانون الانتخابات، بدليل انه اربع سنين ما كفوا لتجبري فريق رافض يغير القانون او بده يغير رئيسه. بتعرف ليش؟ او رافض يعطي لانه مش عم لانه مش عم تقبلوا بمبدا يعني عن جديد المقايضه، يعني بدكم كل شيء، بدكم رئاسه الجمهوريه وبدكم قانون الانتخاب. مقايضه مش على حقوق. لا لحظه، مقايضه مش على حقوق، مقايضه بالسياسه بتصير. نحن عم نقول في مقاربه حقوقيه، نحن مطلبنا منه جاي تعملوا معنا بازار لمبازر على الانتخابات، نحن عم نحكي هون عن حقوقنا. حقوقنا حقوقنا كمسيحيين من مناصفة انتو يا عمي، حصلت المقايضة انه نحن تنازلنا عن الجمهورية واخذنا بالمقابل، عطينا بالمقابل قانون الستين. نحن اليوم بالطائف نعمل مقايضة كبيرة بالتسوية. شو هي؟ الانتقال من الجمهورية الأولى للجمهورية الثانية هي كمان مقايضة سياسية كبيرة. صار في تنازل من المسيحيين على الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية وإعادة توزيع الصلاحيات على خاصة على الحكومة. على اساسها كرسنا مبدا المناصفه داخل مجلس النواب، وايضا كان مفروض انه رئيس الجمهوريه بتشكيل الحكومات تعويضا عن صلاحياته اللي فقدها انه يكون عنده دائما هو الثلث المعطل لما يكون بس وجوده صوري. بالممارسه من 2000 من 90 لحديث 2005 بس هيدي اسمعي ايه بس طائف خليني كمل يلحظ انه المناصفة يكون عنده الثلث المعطل. عم بحكي ضمن المحاضر والحكي اللي صار والاتفاق اللي صار. خلي مش التبشير الثلث المعطل عن موضوع المناصفة، هي مكرسة بالدستور من المادة 24. طيب بالممارسة كلها من 90 ل 2005 تم نسف هذا الموضوع والالتفاف عليه، وعمليا خدنا من الطائف يلي بنسبنا وكبينا اللي ما بنسبنا. وصلنا ل 2005 تب كانوا تحط لزقين التهمه بالسوريه، انا مش عم بقول السوريه هينين، لا اكيد عندهم مسؤوليه. بس تب بعد 2005 فلوا السوريه. استطعمنا طيب الخبريه. ما بقى مثل واحد تعود على شيء ما بقى بده يغير عادته. كملوا بزيت النهج. معركه الدحس والغبراء لوصلنا الى الدوحه حسنا نكزه من 2000 الى قانون الستين. هلا من قانون الستين الى القانون اللي بيقربنا اكثر من المناصفه الفعليه، اربع سنين لجنه ونقاش وهلا لجان مشتركه، وعليك خير جوله جديده، ولن تصلي الى قانون الانتخابات الا ما يصير في قناعه كمان عند الفريق الاخر. هون انا ما بدي اقول انه حتى ما ضلني بس انه ولا يأس انه الموضوع قد صعب، بس بدي اقول طب الفريق الاخر كمان يعمل مراجعه
اللي مستفيد من هذا الواقع الانتخابي واللي مستفيد من أكتريته. إذا واحد بيطلع على الفريق اللي حمل هالأكترية خلال 11 سنة، طب كيف قدر مارس تلك الأكترية؟ كيف استثمر؟ كيف وظفه؟ ما أنت اليوم إذا ضل في أزمة شراكة بالبلد وأزمة مساقية بالبلد، أنت بحالة أزمة إلى ما لا نهاية، لأنه صاحب الحق ما رح يتراجع عنه إلا ما بدك تعطيه حق. طيب. بس أنا اللي عم بقوله هون أستاذ علاء أنه أنتو عم متمسكين بقانون انتخابات، عارفين أنه ما في ظرف مناسب، عم نخلقه. ما في ظرف. شو الضغط على الجلسة التشريعية؟ ليش الضغط على الجلسة التشريعية؟ جزء من خلق الظرف أنه جاءوا حطوه كأولوية. حطوه كأولوية، بس شو اللجان يعني شو أولوية؟ أنه لحظة مش اللجان، أنت اليوم باردون أنه ما رح حتى لو نوضع أولوية إلى آخره. طب أنه عم بتقولوا نحن عم نطلب طلب اليوم مستحيل؟ مستحيل، لأنه بدي خبرك خبرية بالآخر كله تحت الضغط عم بصير. في شد حبال وفي كباش، وتحت الكباش انت عم تعمل كباش مع حدا، اول شيء بتشد بعد شو بتصير يطلع بعض عليك، بتصير ترخي 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 ما توقعي. اليوم عمليا نحن بس من البلد كله رح يوقع. يعني في في بلد بده يمشي، في دوله بده تمشي، في تشريعات لازم تقارن. انا مش عم بمشي لازم تمشي، انا عم بجي افسر شو كونتكست السياسي اللي عم بصير اليوم. من يعني ليس له متاح له بالحكي وبالحوار وبطاولة الحوار وباللجان النيابية وباللجان المتخصصة وباللجان المشتركة وبالحوارات الثنائية وبالحوارات الجماعية، كلها ما عم يوصل لنتيجة. انت عم تحطي بموقع بالزاوية انه عمليا استعمل كل ما فيه من وسائل حتى تقدر توصل لحقوقك. والضغط السياسي اليوم عم بيصير والكباش السياسي اللي عم بيصير اكيد بموضوع الرئاسة او بموضوع عنوان الانتخابات هو جاي من هذا السبيل. هذا السبيل، ليش لنضيع وقتنا بهالموضوع؟ في كمان ايضا في نهج بده يتغير. ليش الضغط دائما على الضحيه؟ طيب اوكي مطلوب، فاذا المسيحيين انتم اكلين الضرب، حتى لا ما يوقفون وما يوقفون وما يوقفون وما يوقفون ما تعملوا شيء. طب هلا مبسوطين يعني من النتيجه اللي وصلت؟ النتيجه والله مش مبسوط، اكثر واحد زعلان انا من النتيجه، انا اكثر واحد زعلان. طيب انه مش هذا الموضوع يعني، بس بدي اقول لك شغله، بس اليوم بس انبسطنا انه عطلنا. لا مش مبسوطين. قرار عن جلسات تشريعية لازم نرجع نمشي التشريع، نحن ما بدنا نعطله وغلط نعطله، بس نحن بدنا نحط ايضا اولويات المسيحيين من ضمن التشريع. هذا كل الخبرية، ما حدا اخذ قرار يعطل التشريع. اليوم مطلوب. طيب اذا اليوم عم بس التشريع رح يروح لتشرين المقبل، لانه خلصنا بكره بتخلص الدوره العاديه، في فرصه لجان يبي ما رح تخلص بحث قانون انتخاب، من اللجان المشتركه بدنا ننطر للدوره الجايه. في فرصه عند اللجان الجاي، في فرصه، في اشاره بدها تجي من الفريق الاخر بالبلد انه مستعد يحل هالمشكله. يعني اليوم اذا بدك تحركي اي موقف عند اي فريق، طب ما حتى نحل نقدر نحل حلها كمان، الفريق الاخر بده ياخذ خطوه. يعني نحن بنقدم فشخه وهو بيقدم فشخه، واليوم الرئيس بري رجع خلق فرصة جديدة. لكن هلا بدكم تمارسوا وسيلة ضغط جديدة اليوم. عم بجي اقول انا عم بجي فسر شو موقف فريقي. نعم. اوكي؟ موقف فريقي السياسي هو هيك. والفريق مش بس فريق السياسي اليوم، صار موقف يعني مسيحي عام. مسيحية عندهم صرخة وعم بيقولوا انه نحن هيدا اليوم مناسبة حتى مرة لكل المرات نصلح كل هالوضع اللي احنا عايشين فيه. بس هي لا عدت علي ما حققت الا انه عطلت المجلس اكثر ولم تحقق قانون انتخاب، وعم تقول انه عم بتقر حضرتك بصعوبة اقرار قانون انتخابات في الظروف الحالية. خلينا نتوقف مع اول فاصل اعلاني ونرجع نتابع. بركي يعني بنرجع بنحط اولوية انتخاب رئيس جمهورية، شو رايك؟ احلى واحلى بتحل كل المشكلة. فاصل اعلاني ونتابع. ونتابع. نهاركم سعيد مع نائب استاذ علاء عون. بعد سؤال بس بموضوع قانون الانتخاب، يعني لانه انا بتذكر اخر مره استضاف فيها استاذ ابراهيم كنعان كان عم بيقول لي توقعي قريبا شيء ايجابي ومفاجاه على صعيد قانون الانتخاب بينكم وبين القوات اللبنانيه، ما صار في توافق بين يعني التيار والقوات على القانون؟ خليني اقول لك المشكله مش بيننا وبين القوات، نحن كثير هينه نحن والقوات نتفق على قانون. المشكله نحن والقوات نقدر نجيب حلفائنا عليهم.
يعني نحن والقوات في اكثر من قانون متفق عليه. نعم. كان الاول من ارثوذكسي بلشت ارثوذكسي رجعوا لا نسبيه 15 ديره الى اخره. منا هي الصعوبه هون. نعم. الصعوبه انه نحن والقوات ما فينا نمشي بقانون لحالنا. بدنا نقدر نجيب معنا الشريك المسلم السني والشريك المسلم الشيعي والشريك الدرزي. صح؟ يعني عم تبحثوا بهذا الموضوع يعني بس عملياً عم عمليا عمليا العقده مش بيناتنا، العقده شو اللي مقبول لنا وبذات الوقت بيمشوا فيه الاخرين. هذا النقاش الصعب نحن وياهم. هن عندهم وجهه نظر بتقول انه القانون المختلط اللي هن عملوه مع القوات مع المستقبل والاشتراكيه هو القانون المناسب. هذا اللي يعني اللي بيقدروا يجيبوا عليه شو يعني مش قادرين هلا يظهروا من هذا او بدهم يتحركوا مع انه وليد جملاط منه كثير او بدهم يتحركوا ماشي فيه اليوم او بدهم يتحركوا من ضمن هذا الهامش. وعم بيقولوا انه ما في صيغه اخرى لهلا ممكن يقبلوا فيها المستقبل والاشتراكي. ونحن بذات الوقت بدنا الصيغه تكون ايضا مقبوله من مش بس مقبوله منا كمان بدها تكون مقبوله من حلفائنا اللي طالبين لبنان دايره وحده. لانه نحن مش عم نقول والله انه بس المسيحيين بيظبطوا حالهم ويكبوا الباقيين. بس بذات الوقت كمان بيعرفوا الباقيين انه اليوم التغيير الاكبر بده يصير على الوضع المسيحي بقانون الانتخابات. لانه هون العقده الاساسيه. يعني في اولويه ما يقبله المسيحيون، في اولويه ما يعيد الحق للمسيحيين. وهون بدهم كمان القوات يعني بمقاربتهم مع حلفائهم مثل ما نحن مقربتنا مع حلفائنا. أنا مش قصة بس شو بيرضيكم، في مسألة حقوقية تعود للمسيحيين اللي شرحت لك إياها بالأول. برجع الحق وكل واحد يربح، حلف حليفه يربح ما في مشكلة. بس مش إنه بس كل حسابات شو بيربح بآخر المطاف ككتلة سياسية أو غيره. هيدا العقد اليوم اللي بدنا نرجع نتحرك عليها. وبعتقد هون الصعوبة، مش الصعوبة نحن والقوات نتفاهم مع واحد على قانون. نعم. صعوبة كيف نوقف نلاقي القاسم المشترك بين القوات وحلفائها وبيننا نحن وحلفائنا. وهذا العقد اللي بعدها مثل ما كمان صاير بانه اتفقتوا على العماد عون يعني رئيس الجمهورية وما حدا عم يقدر يسوق. وضع قانون الانتخابات كثير شبيه بوضع الرئاسة. مسألتين بدهم توافق ما بينعملوا بالتصويت. يعني نكون واضحين. اليوم حتى قانون الانتخابات بلبنان ما بينعمل ب إذا في مكون أساسي معترض عليه. طيب. يعني هذا موضوع إجمالا بده مثل ما بيقولوا مفضل إنه يروح باتجاه توافق. يعني بالآخر هذا موضوع ميثاقي، هذا موضوع أحسن يصير هيك مش يصير بيكسر فريق لآخر. رئاسة الجمهورية كمان وأكثر رئاسة الجمهورية لأنه بتتطلب تلتين مش مثل أنه الانتخابات بنصاب عادي فيك تصوتي عليه. وبده تصويت 65 رئيس جمهورية قانون الانتخابات بتصوت عليه بأكترية عادية. هي من الناحية التقنية بس. من الناحية المبدئية بيشبهوا بعضهم. من الناحية كمان الميثاقية في مشكلة على اثنين إلى علاقة بالمسيحيين. هون عم يعتبروا المسيحيين انه ليس هناك تجاوز لإرادتهم من بعد ما هن أجمعوا على مرشح. وهون عم يعتبروا المسيحيين انه هناك انتقاص لإرادتهم من خلال قانون الانتخابي أعوج. فكتير المسألتين متشابهتين ولهالسبب ولأنه متشابهتين ولأنه زيت المشكلة ما عم تنحل. لانه اثنيناتهم بدهم توافق الكل وثنيناتهم بدهم اعتراف. هذا بأكد اكثر واكثر انه الامور ما رح تنحل الا من ضمن سله يعني متكامله. يمكن انا ما بقول يتم التوافق عليها وبمشاركه الجميع. افضل اذا فينا نحل بسله متكامله. بس اذا حلينا وحده قبل الثانيه ما رح نزعل. اذا بكره نحل معنا الانتخابات بنقول لا خلوه معلق لحتى نحل الرئاسي، او اذا انحلت معنا الرئاسي بنقول لا خلوه معلق. لا لازم لا بس في كمان يعني منقسمين. هلا اذا تمن في انقسام بين الفرق، في ناس بدهم الانتخاب قبل الرئاسي وفي ناس بدهم الرئاسي قبل الانتخاب. يعني اذا الثمن انه ينحل بسله واحده احسن يعني وافضل اذا هذا اللي بحل القصه. يعني ضمن برجع بقول انا ما بقول كلمه المقايضه بالمعنى السلبي لها انه ستيل عم نباظر. لا بحكي اليوم بالمفهوم السياسي لها. اليوم حتى تيجي تاخذي يعني يمكن مقايضه تطمينات مش بس قصه انه انت بتوجس من شو لما عم تعطي هالشغله، لما عم تغير موقفك بموقفك بالرئاسة متوجس من شو؟ من هيك من هيك من هيك. أنا لازم أعطيك التطمينات اللازمة.
وانت هون الى اخره. يعني هيك الموضوع له علاقه اكثر، ويمكن كمان يصير في تنازلات من الفريقين بلحظه معينه، يعني يمكن خي عم تجربوا تعطوا تطمينات؟ طيب عم تجربوا يعني تمرقوا هالتطمينات؟ اكيد يعني بكل المحطات نحن حاولنا نعطي هالتطمينات. من اي نوع مثلا تطمينات؟ يعني اي، اذا انت اي فريق اخر بدك موقف منه هو متردد او هو خايف او هو عنده هواجس منك، انت مفروض تعطيه الاجابات اللازمه والمقنعه لتطمني حتى هو يرتاح. بس هيئتهم مش عم بيقتنعوا بعد ولا عم بيطمنوا. طيب. في شيء بعدنا ناقص، ما في ثقه كافيه يعني. من هيك اليوم الثقه بتاخذ وقت. طب هيدا الوقت يعني يعني عم سجل ارقام قياسيه بعد جلسات الانتخاب الرئيس، وما عم تنزلوا على انتخاب الرئيس ولا في انتخاب رئيس، وهالشهر حتى ما رح يصير في انتخاب رئيس اكيد، وبالتالي وعم تنطرح طروحات تطلع من هون ومن هون، شي سنتين مرحله انتقاليه للعماد عون بصير بعدها الى اخره. هلا امبارح الرئيس الحريري جاوب من اسطنبول انه هو ضد الحلول الجزئيه يعني بهذا الموضوع، لانه كمان حمل المستقبل انه هو بركي وراء هذا الطرح. ناحية تانية في معلومات أخرى تحدثت أنه البطريرك الراعي جاء ذلك من ضمن وثيقة قدمها لهولاند، يعني تشمل إصلاحات دستورية أيضا. فكرة الرئاسة الانتقالية انطلق فيها دولة الرئيس حسين الحسيني وعبر عنها أكثر من محطة، ومؤخرا عبر عنها بمؤتمر صحفي، واكيد يمكن البعض تلقفها وجس نبض عليها وهذا اللي صار عمليا، بس مش معنا عم بحكي جس نبض عليها ببعض المحافل يمكن الكنسيه او غيره، فهيك تسربت الخبريه يعني اكثر ما هي فعلا يعني ما طرح جدي. يعني هلا هو طرحها جديا رئيس الحسيني، بس عم بحكي لا انه ما تدم تداول فيها، بس حتى لك شغله حدا ما حدا حكي معك رح فيها، لك وين المنيح وين العاطل. المنيح باللي طرحه الرئيس الحسيني ومعه حق فيه، انه البلد بحاجه لمرحله بحاجه لاصلاحات جذريه، اليوم ما عم بيقدر الطبقه السياسيه الحاليه والتوازنات الحاليه انها تعملها. عم يجي يقول هو تعالوا ناخذ مرحله انتقاليه نعالج فيها مشكله قانون الانتخابات، نعالج فيها مشكله كل هالامور العلقانه، ونروح على بعد المرحله الانتقاليه على انتخابات جديده تنتج، نرجع نبلش نكون السلطه من الصفر من انتخابات نيابيه لرئيس جمهورية لحكومة. أوكي. فكرة عظيمة. وين ممكن يصير في خلاف معه؟ طب ليش بدك تعملها برئيس على سنة؟ فينا نعملها هلا هيدي الشغلة لو إذا هل كان بولاية كاملة يعني. كيف؟ بولاية كاملة. أولاً في حل من حلين، فينا نعملها بولاية كاملة، ممكن عنده وجهة نظر إنه أخرى، يعني هون نقطة فيك تعمليها بدل السنتين اللي يعني ما عملنا شيء، كان فينا بهالسنتين كنا نعملهم، او حتى بعد بالوقت المطلوب انه لو في قناعه فعلا انه نصلح كل هالامور ونروح على اعاده انتاج السلطه كلها من الصفر وطلوع. ما في مشكله، ما في رئيس الجمهوريه من دون ما ننتخب رئيس على سنه وننتقص له من ولايته. وفيها تكون اذا البعض مقتنع مع الرئيس حسيني اقتنع انه لا بدها مرحله انتقاليه ببروفيل رئيس غير مختلف عن الرئيس اللي بده يجي بالانتخابات. يعني هيدا انا عم بقول مش عم بتبنى ولا وجهه نظر، بس عم بيجي اقول عم بشرح شو اللي انطرح. هلا اللي طرحها بهالاطار طرحها بشكل منطقي، يعني مثل ما طرحها الرئيس حسيني، وعم بقول انه يمكن هو قصده انه بروفيل الرئيس اللي بده يجي يرعى تلك المرحله الانتقاليه، هذا الحوار الوطني اللي بده يحل هو المشاكل الجذريه الوطنيه، هذا رئيس مختلف عن الرئيس اللي بده يجي بالمحل، هذا جاي اقبل الكل وتوافق يمكن هيك فكرته. هيدي وجهة نظر تناقش تنتقص من مقام رئيس الجمهورية عم نعمله على سنة إلى آخره، مرحلة انتقالية ضروري يكون فيها رئيس على سنة ولا لا؟ أوكي نقاش بيسوى. هلا بيتم النقاش معه بشكل مسؤول بالطريقة المسؤولة والجدية اللي هو طرح فيها فكرته. هذا الشيء الثاني اللي اشتزق بالإعلام، بالإعلام كبت الفكرة إنه هيك نعمل رئاسة على سنتين مجرد هيك استرضائية أو نرضي فيها العماد عون يعني نرجع من طرحت بشكل كثير يعني مختلف كليا عن اللي طرحه رئيس حسيني. أخذوا منها بس شقفة إنه منقصر الولاية وكبوها من باب إنه تنفيعة، هاي التخريجة يعني ألصقت ببكركي يعني صارت يعني مثل يلا مزيد يلا ألاقونه ألا دوي ألا تري إنه تعالى نشوف شو بيقبلوا. بعد شوي رح يقولوا لنا تعالى نعمل رئاسة ثلاثة بثلاثة بين العماد عون والوزير الفرنجية مثل البلديات عشوائيا يعني طب لا مش هيك الموضوع، بس مش هيك الموضوع بس يعني موضوع يعني المقام والرئاسة الجمهورية بعد
ارقى بكثير واهم بكثير من هال يعني التسخيف اللي نعملها من ناحيه انه والله ما هيتلا نجتزئها ونعطيه ونعمل جائزه طردي، كانه اولا الموضوع جائزه طردي مش موضوع حقوق، كانه موضوع ارضاء اشخاص مش مشروع سياسي يحمل حاله. لا بس اذا صارت تنقول يعني رئاسه على سنتين وصار بظل قانون انتخاب واصلاحات دستوريه إلى علاقه بصلاحيات رئيس الجمهوريه، الموضوع مثل ما طرحه الاعلام لا مركزيه وما بعرف شو، لا ما بتقبلوا فيه؟ ممكن اسمعي لك، عم برجع اقول لك، خلينا ناخذ مبادره الرئيس حسيني، كل شيء اللي له علاقه بالاصلاحات اللي طرحه عظيم نبصم ولازم ينعمل، نعمل هلأ، نعمل بولاية جديدة، نعمل بمرحلة انتقالية، كله هيدا لازم يصير ومنتناقش معه إذا هيدا الشيء مفيد أو مضر ينعمل برئيس لمرحلة انتقالية تقصير البولاية. هيدا أوكي، تحترم النقاش ولو فيك ما تتفق، ومستعدين لا لحظة ولو يعني ولو ممكن ما تقبل الفكرة أنه تنتقص من الرئيس، بس اليوم عم بحكي عن الشق الثاني مثل الطريقة اللي انطرحت فيها بالإعلام تقصير البلاية، اكيد هذا الموضوع منه وارد. بس هو مش عم بقول انه وارد نقبل بالرئاسه الانتقاليه، بس عم بيجي يقول انه الطرح هون ارتب واشمل وجدي، بينما هون الطرح جاي هيك عم ينكب بشكل انه قلت كانه يا خي اذا هي بتحل القصه يلا، لا يعني ما في رفض مطلق، ما في رفض مطلق لهيك طرح، اذا كان مثل ما طرحه الرئيس الحسيني لا عم بقبل ولا عم برفض، بس عم بيجي يقول عم بعطيه حق. لا هلا رح ينفهم من كلامك انك كانكم تقبلوا طرح الرئيس الحسيني، عم بقول على الهوا حتى ما حدا يقول بنقبل، ما عم بقول لك بقبل، انا عم بيجي اقول انه هذا جدير بالمناقشه وفي ناقشه واقنعه لدوله الرئيس الحسيني انه هي ما بتتطلب رئيس نقصر له ولايته، يمكن هذا رايي. بس بذات الوقت هيدا جدير بالنقاش، اما الفكره اللي انكبت بالاعلام اكيد مش جديره بالنقاش بالطريقه اللي انطرحت فيها. هيدا كل قصدي. يعني ما بس مبدئيا هلا بركي ساعتها اذا في شيء جدير للنقاش بيكون مدخل بركي لحال معين، بس مش الهيئه يعني ما هلا اذا اليوم بدنا نجي نعمل كيف بدنا نتقدم اليوم موضوع الرئاسه؟ طيب ما هيدا السؤال. نحن جينا على مدى سنة ونص تقريبا جمدنا وعلى نص شهر تحركنا على أثر مبادرة الرئيس الحريري الأخيرة. نعم. بعد سنة ونص جمود انكبت مبادرة حركت البلد نص سنة ووقفنا على جديد. اليوم مطلوب أكيد من الكل مراجعة. كل بده يعملوا مراجعة على كل المرحلة. ويقولوا انه طيب انطلاقا من هالتجربه الاولى، بس عم تطلب من مين مراجعه؟ من فريق واحد؟ انتم عم تعملوا مراجعه؟ عم تعملوا مراجعه من الكل؟ عم تعملوا مراجعه؟ ايه شو من اكيد عملنا مراجعه، المراجعه تبعتكم هي تعب تبين انه صارت فرص انتخاب العماد عون اقرب، يعني لانه عم نقرا بعد ما قالت مثل يعني للزميل جا عزيز الاسبوع الماضي، يعني هي مش مراجعه ما بعرف اذا واقعيه، يعني هذه المراجعه ضروري تكون مراجعه، ما بعرف اذا واقعيه او بعدها في اطار الاوهام، يعني اللي عم بتخليكم تتمسكوا ب خلص هلا خليني اقول لك، المراجعه فيها تكون سلبيه او ايجابيه، ليش بدك اياها بس تكون سلبيه؟ المراجعه هي اعاده تقييم الوضع المعطيات انطلاقا من التجارب اللي عم نمرق فيها، اوكي؟ على اساس اليوم بدك تيجي تطلعي طيب وصلنا لهون هلا شو بنعمل؟ طيب يعني استنفدنا ماشي، طيب ماشي فاذا ماشي اذا ماشي بقيين محل ماشي، لانه طالما يعني في فريق مصر على هيدا الموضوع على الترشيح وفريق اخر مصر على الترشيح مكربجين وما في امكانيه، الفريق عايش حاله انتظاريه تطورات، الكل عايش حاله انتظاريه، مين مش عايش حاله انتظاريه؟ طب انتم بهذا الوقت طيب يعني عم ينحكى كمان كثير انه من ضمن المراجعات انه التيار الوطني الحر كمان يعني في اطار مراجعه يعني كمان تحالفاته، انه هالحلفاء اللي انتم يعني عاطينهم كثير كمان مش عم بيساعدوكم ولا عم بيضغطوا في اطار يعني ايصال العماد عون لرئيس الجمهوريه مثل حزب الله، يعني ما عم بيقول انه اوكي انا دايم العماد عون بس ولا اي جهد حزب الله لدفع الامور باتجاه، يعني خليني لك شغله، يعني اول شيء يعني بحب انه كيف هلا صارت كل المشكله لحزب الله مثلا انه مشكله يعني حتى القوات اللبنانيه اليوم عم بتقول انه حزب الله هو المشكله لانه ما عم بيساعد العماد عون يوصل على ما عم بيضغط على حلفائه. طيب. طيب بدي اسال سؤال، وانتم ساكتين يعني ما بتاخذوا ما بتحكوا ما بتعلقوا على هالموضوع، بدي اسال سؤال طيب حلوه، هلا صارت المشكله
صار اللي بينلام هو اللي مؤيد الفيرالعون للاخير، اللي متضامن معه على الاخر بموضوع النصاب بمجلس النواب، يلي حتى حليفه الاساسي اللي هو سليمان فرنجيه زعله وما ماشي بخياره كرمال العمادعون. هذا بينلام. والفريق الاخر يلي رافض وصول العمادعون بما يمثل وبالاجماع المسيحي اللي عليه ما بينلام. انا مش عم بحكي انا عم بحكي عن عم بحكي عن فريقكم. طيب وين الجهد اللي بنعمل على الفريق يمكن الاخر؟ بكره بس استقبل حدا من المستقبل بسالوا هالسؤال، بس انا عم بسالك لإلك لانه انتم متحالفين مع حزب الله، وحزب الله يقول انه يدعم العماد عون حتى النهايه. طيب ولكن لا يترجم هذا الدعم بافعال يعني او بمونه على الاقل يعني. بتاع السيد طيب حسن نصر الله بيقول انه خيارنا الاول عماد عون، خيارنا الثاني سليمان فرنجيه، بس ما له لسليمان فرنجيه اذا يعني انه معلش يعني في عندنا فرصه هلا يوصل عماد عون. ما تفضل. ما بعرف شو بيحكوا بين بعضهم يعني، بس انا كمان في اصول بالعلاقات يعني وحزب الله عم بتبرروا. هذا تبرير عم بتبرروا. انا ما ببرر هو بجاوب عن حاله. والله طيب عنده القدره والقوه الكافيه ليجاوب على حاله. أوكي. انا بحاجه لإلي. اوكي بس انا بدي اشوف اذا انت زعلان او مش زعلان بهذا الموضوع. عم بيجي يقول بالمنطق يعني بالمنطق يعني بالمنطق عم بيجي يقول انه ما بيصير انه اليوم افترضي اختي بدي اسلم معك جدلا وانا بدي بعد اكثر من حزب الله. هو بيطلع من ليما وفي افرقاء اساسيين بالبلد هن اساسيين وضروري يمشوا بالحل، لانه مثل ما قلت لك انه لا 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 ما راح تنتخبي رئيس جمهوريه غصبا عن مكونات طائفيه اخرى مثل ما هلا ما عم تقدر. ايه بس ساعتها يمكن اذا بينسحب بيسحب ترشيحه هذا غير موضوع سليمان فرنجيه بيصير بينحطوا الباقيين قدام مروان، خصوصا انه اليوم عندكم دعم القوات اللبنانيه. واضح 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 واضح. بعرف هالشغله وبعرف وهذا الشيء موضوع يمكن جزء من النقاش اللي حاصل ضمن هذا الفريق اللي عندنا، بس ما بدي هلا احكي فيه بالاعلام. بس بدي اقوله انه اللي بدي اقوله انه ما ننسى مسؤوليه الاخرين، مش عم نجي نحملها على فريق. لا انا ما بدنا بعد اكثر منه، بس انا عم بقول انه ولو بدنا بعد يمكن اكثر منه، بس ليش عم نجي نحمله المسؤوليه الكبرى؟ المسؤوليه الكبرى على الاخرين. اوكي بتصير على الاخرين وقتها انتم بتقوموا بما عليكم يعني، وقتها فريقكم بيقوم بما عليه حتى يحرج الاخرين، بتصير ساعتها اكثر فيكم تحكوا عن مسؤوليه الاخرين. في اي حال يعني ما بعرف بركي هذا الموضوع اليوم ما بدكم تطرحوه بهذا الشكل، ما بدكم تعملوا خلاف مع الحلفاء اليوم. لا مش مش تفهم هذا الموضوع. مش تفهم او مش تفهم، هو على كل حال في منطقين يعني. شو المشكله الاساسيه هلا حاليا بين العماد عون والوزير فرنجيه؟ بدنا مشكله يعني بالمعنى الـ في مقاربه مختلفه. العماد عون بيقول انه الرئيس الوزير الفرنجي بيقول انه اذا العماد عون اذا انا يعني هو ما زبطت معه ليش لنروح فرصتي؟ مش هيك هذا المنطق؟ عنده وجهه نظره. والعماد عون بيقول انه اذا ضل عندهم عذر بترشيح اخر حيروحوا فرصه الاقوى. فهو المنطقين اللي اذا بدك صدموا بموضوع انسحاب سحب الوزير الفرنجي ترشيحه او لا. نحن اللي عم نقوله انه طيب المنطق اللي عم بيقول انه زيادة الضغط على الفريق الاخر، ونرجع قصة الضغط، الضغط حتى يتراجع ضمن الكباش ويعطي اذا بدك الحق، هو بدك تستعملي كل الاساليب حتى تضغط عليه، حتى هو يسلم بهالموضوع. أكحب بدي توقف مع فاصل اعلاني ثاني واخير ونرجع بدنا نحكي شوية انتخابات بلدية كمان. عندكم حامية مثل وين ما كان بالمتن الجنوبي و مثل وين ما كان بالحدد مثلا مثل وين ما كان، وفي محلات يعني التفاهم عطى مفعول وفي محلات تفاهم ما عطى مفعول، عم بحكي بين القوات والتيار. فصل علينا ونتابع. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد. بلديات بلديات لا الحامية، وبعدين يعني أول سؤال بركي فينا نطرحه بإطار ليش ما قدر التفاهم بين القوات والتيار يعني ينجح على مختلف المناطق يعني بمستوى التوافق على لوائح انتخابية موحدة؟ لأنه ما قدر ينجح، لأنه بتعرفي مثل كل شيء
وقتها بصير في تفاهم بين حزبين متناقضين. مش الكل بيمشوا على ذات السرعة داخل الحزبين، يعني فيها تمشي أبطأ أول شيء، وثانيا في اعتبارات محلية وشخصية كانت موجودة ببعض المحلات ما كان الوقت كافي لمعالجتها، وقشت الانتخابات دغري البلدية من بعدها، سو كان بدها يمكن وقت أكثر للمعالجة بسبب كونتنسيو. يعني التفاهم هلا مركز أكثر على موضوع بركي استعادة الحضور، يعني على مستوى السلطة، المسيحي عم بحكي على مستوى السلطة، ما بمعنى انه على كل حال خلينا نعترف كمان انه دوز السياسة بالانتخابات البلدية منا بأوجه، يعني اليوم مش لازم يكون، مش لازم يكون، حتى في لوم لبعض القوى السياسية مثل التيار والقوات انه طب ليه بدكم تفوتوا بهيدي المعارك، تفوتوا بهيدي المعارك. هو لازم بس منه هيك، هو لازم لانه بالاحزاب الديمقراطيات المتطوره الخيارات بالبلديه هي خيارات بين احزاب، في سياسه تحكم، السياسه المحليه والسياسه الوطنيه. بلبنان منا هيك، عم بتحاول الاحزاب انه تطورها بس في عندها صعوبه، في اعتبارات عائليه ومحليه، بعدها الثقافه السياسيه بالبلديات بعدها ضعيفه، بعدها الاعتبارات العائليه والمحليه اقوى، بدليل انه الاحزاب بتصطدم بكثير من الامور. من هيك اذا بديك الا بمحلات نادره، نحن كأحزاب بمعظم المحلات ما بنتعاطى من باب الحزبي والسياسة، ومحلات قليلة كتير عم تاخد تدخل أو موقف واضح من الأحزاب، هيدي بتكون في اعتبارات محلية أو سياسية معينة، أما بالباقي مرتبطة بانتخابات نيابية، مرتبطة يمكن مثلاً بمواقع نفوذ ببلديات أنت مسؤولة عنها، عندك ناس سألك فيها بحاجة أنك تدعميها لأنه هي بتعبر عن سياستك، عن رأي الناس فيك، عن إعادتك الانتخابية، أوكي. بس بالباقي لأنه نحن الأحزاب ما بنقدر، يعني ما بنقدر نسيطر على، ما عندها، ما في ثقافة سياسية كفاية بالانتخابات البلدية عند الناخبين، بما فيهم عند أعضاء الأحزاب يلي بينقسموا وفقا لعيالهم مش وفقا لاعتبارات حزبية. نعم. فحكما نحن بصيروا الأحزاب مش مضطرين يراعوا، ويلك هون ويلك هون، يراعوا هيدا الوضع. يعني في استثناءات نتعاطف فيها، مضطر نتعاطف فيها سياسيا، ولكن بمعظم البلديات نحن نترك الحريه. يعني الاختلافات على اللي عم تحصل بين طول وتحول لدعم بعض اللوائح ما رح ما بتاثر ابدا على جوهر التفاهم، وعلى ما بتاثر على جوهر التفاهم بالسياسه اكيد، وبالعكس العلاقه منيحه. فكنت رح تاثر سلبا محليا. بتاثر بمعنى كيف؟ بتاثر سلبا محليا على القواعد بيناتهم. بتاثر على تعاونهم السياسي بعدين بغير استحقاقات. ايه اكيد اكيد. يعني ممكن اي محل، يعني ممكن صار في مواجهه بين القوات والتيار ما انه منيح، اذا بدنا نحكي للعلاقه. هلا بتقولي لي ما بياثر على الكل، اي ما بياثر على الكل، بس بالمحلات اللي صاير فيها مواجهه راح ياثر سلبا اذا القوات يعني كانت بمواجهه مع التيار. نعم. مثلا بنحكي بالمعارك، يعني بتختص بالمناطق اللي حضرتك نايب، يعني بالمنطقه اللي انت نايب فيها عنا، مثل ما معارك مثل الحدد مثلا. نعم. شيء غريب عم بيصير انه في لايحتين ما قدروا تفهموا القوات والتيار يعني مع بعض، بس في لايحتين، في لايحه بيدعموها التيار العوني، وفي لايحه ثانيه فيها عونيين، فيها حزبيين عونيين مع القوات. لانه كيف هيك؟ لا، اول شيء التيار واضح انه عمل خيار بدعم بلديه كان بكل المحطات متحالف وياها وكانت الى جانبه، يعني حسم هذا الخيار. برجع بقول لك لانه دوز الثقافه السياسيه منا كافيه بالانتخابات، هناك اشخاص عونيين اختاروا من باب العائله تبعهم مش من باب الحزبي والسياسي تبعهم انه يكونوا عائلة. مع انه طلعوا بيان باسم العماد عون، عم بيحاولوا بالسياسه يستثمروها. هيدا تصرف اكيد مش مزبوط، لانه هن اذا فعلا ينتموا الى حزب والى تيار بالمعنى السياسي بيلتزموا بخياره. هن راحوا من باب عائله التحقوا بغير لايحه على ليعطوها دوز السياسي، عم بيسوقوا الهويه السياسيه تبعهم، بس هن ما فاتوا بهويتهم، مش انه من باب كمان حزبي بمعنى انه لا ما فاتوا بهويتهم، انه انتم كنواب ووزراء بركي المنطقه تدعموا هذه الليحه، لايحه جوهر. لا ما بدعم، انا ما بدعم. خليني اقول لك شغله، انا بدعم انا وفريقي وحزبي، مش فاتح حسابي. انا جزء من طب ليش تيار. ليش لكن انا جزء من تيار عمل هالخيار. اذا تيار كان بخيار لايحه ثانيه انا معه، تياري عمل هذا الخيار انا معه.
طيب بحترم ما مفروض الكل مفروض على المستوى يعني السياسي يعني حتى لو اعتبارات عائليه بس بيقدروا ينسحبوا لانه التيار يدعم هذا اصول هيك يعملوا اكيد رح يكون في تداعيات عليهم على يعني رح ياثر يعني كمان على مستوى قاعده التيار انه في ناس رح تنقسم رح تدعم في التيار مش كله رح يدعم لائحه استثناءات على المستوى الشخصي صارت اكيد لها تداعيات على عملهم الحزبي وعلى عملهم على يعني على 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 تفاعلهم مع باقي الحزبيين بالمنطقه بعدين مش طبيعي رح يكون لها تداعيات ان شاء الله بتتعالج بس بجميع الاحوال اللي بدي اقوله انه ما نجي يعني اليوم هلا مثل كل هيدا بيطلع مثلا مش عم بحكي عن الحدد وين ما كان بيطلع واحد بشوف العماد هون لانه العماد هون بيستقبل كل العالم بروحه بورطوه انه هو مشي مع الليحة كل واحد بيستعمل شو ما كان يعني مثل هلا بالانتخابات كل واحد بيستعمل 100 خبريه ليقول انه هو معي وهو معي وهو معي وهو معي يعني هيدا محاوله تضخيم لواقع مش موجود اليوم في عده اسباب خلت انه التيار من ضمن الاستثناءات لانه عم بقول لك في استثناءات متعاطف فيها حزبيا لها علاقه بتاريخ المعارك الانتخابيه والسياسيه اللي خضناها لها علاقه بالبلديه وتجربتنا معها لها علاقة بكل ما قامت فيه أيضاً ونجاحها على المستوى البلدي والإنمائي بالأفضليات نحن أكيد عملنا الخيار تالي وعلى هالأساس عم نخوض دعمنا هذا طيب بس أنه بس بالحدد ليه ما قدرتوا عملتوا توافق مثلاً في مقال اليوم كمان بعتقد بالسفير بيقول أنه القوات تؤكد أنه كانت هناك رغبة جدية في معراب بسلوك درب التوافق في الحدد لكن التشاور مع النائبين ألا عون وحكمة ديب ولاحقاً إبراهيم كنعان يمكن لم يؤدي إلى أي نتيجة بسبب موقف المتعند لجورج عون ورفضه التجاوب مش صحيح أول شيء خلينا نقول مش صحيح معراب عنده نية إيه بس متلك القوات مش وين ما كان مشين بزيت السرعة عنا خيي وقت اللي عملنا التفاهم مع حزب الله طيار كله مشي بزيت السرعة عن العماد عون لا أنا واحد منهم ما مشيت بزيت السرعة نعم حتى نكون صريحين عظيم الناس تاخد وقت لتقتني على حتى تلحق اوكي مزبوط انه معراب كان عنده نيه ما يصير مشكله وين ما كان بس بموضوع الحدد ما ركبوا القوات بالحدد عملوا خيار ثاني يعني انه هن عملوا خيار ثاني من الاول عم ينخيار مش لانه يعني هن عم بحطوا الحق عليكم لا 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 انتم ابدا مش حق علينا في قلت لك في كونتونسيو هن ما قدرتوا نعطوا في كونتونسيو محلي له علاقه بمشكلة اولا هن كانوا جزء من اللائحة اللي ربح عليها جورج عون ديجا في مشكلة هون انه هن خسرانين بوجهه هن جزء من التركيبة اللي بدها ترجع يعني تحاول انه ترجع بين هلالين تنتقم منه عم بحكي محليا هن جزء من الحملات اللي انعملت عليه اتهامات بالفساد وغيره يلي عملوها ويلي طلعت كلها غلط وتم معالجتها ايضا معه يعني مثل واحد انت صار لك فتره بتشهري فيه وبتهجمي عليه وبتتهمي بكل شيء ولا بتخسري انك تعالجي هالموضوع بدك من هلا تعالجي هلا بالمعركه عم ينحكى انه عم يصير في دفع مصاري لا مش مزبوط وبيستعملوها وبيشهروا فيه وبالاخر ما بيعملوا اي جهد ليصلحوا الوضع يعني كمان في قصه كرامات عند الناس وفي قصه مش هالقد العالم سايبه يعني ففي امور معالجات كان بدها تنعمل وبدها تنعمل وقت وبذات الوقت هن من الاول كانت نيتهم انه يتحالفوا مع اللائحه الاخرى هلا تحت اصرار معراب لانه معراب جديه بالموضوع جبروا انه يعملوا نوع من نقاش مع هذا بس ما كان في نيه حقيقيه انه يوصلوا لحل بدليل انه ما صار الحل يعني وهيدا اللي صار عمليا عملوا هالخيار هلا محليا عملوا هالخيار وعم بيواجهوا التيار مثل ما قلت لك هذيك الى هيدي الى مردود سلبي على القوات رح يكون لها مردود سلبي كمان عليكم لانه كمان مقسومين انتم بين لائحتين لا يعني لا احنا مش مقسومين في فرق ما يكون في بعض الاشخاص طيب ما عندهم بعض الاشخاص عاملين في اعتبار عائلي اذا في اعتباراتهم عائليه هذه صارت بطلت عائلات اعتبار سياسي انا ما بدي لانه كمان تم يعني ريت ملاحظه باطار لان المكتوب انه الوزير بسيل لم يكن حاضرا خلال مهرجان التضامن مع لائحه مش عون مثل كانه عم بيلمحوا انه في حدا لا ما حدا ما دعيوه ليروح حتى ما راح اولا ما ندعى يروح حتى يروح ما راح وثانيا هذا الموضوع خلص ما له علاقه فيه لا ما له علاقه تيار عمل موقف واضح يعني نحن اليوم نحن باداره الانتخابات البلديه اليوم نعم في شيء اسمه مجلس قضاء بكل قضاء موجودين فيه النواب والوزراء
رؤساء البلديات والنواب رؤساء البلديات الحزبيين بلس المنتخبين اعضاء المنتخبين فيه. هو الاوتوريتي السلطه الاعلى اللي عم تدير عمليه الانتخابات بكل قضاء. نعم. وهيدي هيدي كلها تمثلت بهذا اللقاء. وين غير الحدث يعني رح يشهد المتن الجنوبي يعني انتخابات معارك انتخابيه؟ بعبده شو وضعها؟ بعبده اليوم بعد ما وضحت صورتها في اكيد في معركه بين ليحتين. واكيد اللايحتين عم بيحاولوا ياخذوا دعم الاحزاب شيء طبيعي، والموضوع ما انتهى بعده طيب التفاوض، وقد ياخذ مجرى يعني توافقي؟ لا ما بعتقد. بعبده رايحه على معركه، ماني شايف رايحه معركه اكيد، بس قد تجي يعني قد يحصل الموضوع من دون تدخل الاحزاب. ممكن انه نتركه عائليه مثل ما صاير بكثير محلات. وقد يتاخذ موقف، ما بدي ما انتهى النقاش. طب شو الاعتبارات اللي بتخلي الاحزاب تتدخل بمكان وما تتدخل بمكان اخر؟ اذا في انقسامات كبيره بين عائليا عند الاحزاب ما بتحاول ما تفوت بطرف، هلا اذا الانقسام 80% 20% او 90% 10% افترضي مثل بالحدد افترضي بتاخذي الريسك. ما كله خاصة اذا عندهم الاحزاب مرشحين يعني حزبيين يعني او محازبين. على كل حال نحن بقدر الامكان كمان في حزبيين بدهم يتفهموا انه اوقات حسابات الحزب غير حساباتهم الشخصيه. مع احترامي لهم ومع محبتي لهم. في اوقات اعتبارات اكبر من اعتبارات اللي هن عم ياخذوها بعين الاعتبار. اليوم اذا حزب عنده مصلحه كبيره ببلديه بعملها بادائها الى اخره، طيب حسابات الحزب ماكرو، هن حساباتهم ميكرو. يعني مشان هيك ممكن تؤدي يعني هالانتخابات الى بعض هيك شوي كلها اضرار على الاحزاب. ما هي انه ايه بعض هيك شوي العقب بدي حي هون بدي حي مره ثانيه هون النائب حسن فضل الله على شيء ثاني له علاقه بالبلديات. قال شغله لانه وصلت لي من احد الاصدقاء المشتركين، شو قال؟ قال بالانتخابات النيابيه بنجيب الناس على خيارنا، بالانتخابات البلديه نحن لازم نروح على خيار الناس. ما هو حق انه الاحزاب اليوم بشكل اساسي لازم يعني تعطي دائما اولويه لاولاد المنطقه بما يخص انتخابات البلد. نحن باي ذا وي عملنا هالمقاربه بالتيار، يعني نحن على المستوى المركزي ما فرضنا شيء، تركين الحريه. شفنا كل الهيئات الكل المحليه قلنا لهم انتم الاولويه، نحن بنتدخل اذا عزتونا. الخيارات مطرح ما تحددت نحن كنواب ما تعطينا. هن قرروا انه بدنا نروح بهالاتجاه. وتلقينا في اجماع لقعده التيار باتجاه معين بيركنا. وتلقينا انه منقسم قلنا لهم نحن بنطلع بنبدا، انتم انقسموا عائليا واعملوا بدكم اياه. هيدا الاداء اللي صار بكل بلده، عم بحكي درجه عن بلديه بعبده. إيه بس لانه يعني كمان لأنه بس ردا على رحنا على خيار رحنا على خيار محلي. شو عملوا بعلبك؟ عملوا ليحه امل حزب الله وعنوان وتحت عنوان المقاومه يعني كمان ما بعرف. رحنا على خيار المحلي لحديت هاللحظه بتحدى حدا بكل البلدات يقول انه اجى حدا مركزيا على مستوى التيار او على مستوى العماد هون او اي مستوى اجى قرب منهم يروحوا باتجاه معين. هلا بتقولوا لنا فلان اهلا وسهلا، بتقولوا لنا فلانتين اهلا وسهلا، نحن منا معنيين انه نحل محل اهل الضيعه، هن عندهم الاولويه بالبلديات. اذا لقينا نحن اهل الضيعه عاملين خيار معين وهن بحاجه لنا ونحن عندنا مصلحه سياسيه انه نساعدهم منتدخل. إيه اذا لقينا في انقسام ما بنتدخل. بس هيدي اول انتخابات عم بتخضوها بعد التفاهم يعني وزا. وبالتالي الكل عم بيقول انه رح تكون اول امتحان لهذا التفاهم. خليني خبر ما فيك تطلعي ممكن مزبوط بس ما فيك تطلعي من التقليد كليا انعكاسته بانتخابات نيابيه. ما فيك. انا بعطيك تجربتي، انا جيت نايب جديد مختبر السياسه متابعة كتير، كنت وقتها كنت عايش بفرنسا السياسة بفرنسا اللي هي مختلفة، كنت منخرط فيها يعني تابعها بتفاصيلها بيومياتها دروات جوش ار بي ار بي اس كل شيء كل الخبرية بتفاصيلها كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمنسيبال والريجيونال وكل شيء بدك والكانتونال كلها متابعها. كنت هيك مشبع يعني جاي بعقلية كومبليتمون كليا مختلفة عن الواقع اللبناني. جيت لهون انا النايب الشاب المودرن بدي فوت على نظام سياسي انه بعقليه مختلفه. بفوت باول حيط بثاني حيط بثالث حيط بتشوف تقليد وين ما كان، ما فيك تكسر التقليد المجتمع ضربه وحده. بدك انت تراعي لانه بيزعل مني، هي فيك اذا يعني في وجبات اذا ما عملتيها مجبوره تعمليها لانه هيك السيستم البلد، ما فيك اذا في خدمات بدك تلبيها مجبوره تلبيها لانه اذا ما لبيتيها ما بيكتفي الناس بالخدمه العامه، بدك تدريجيا انت عم تلبيها
بلشي توعي الناس انه خي الطبقه السياسيه او السلطه او الوزير او النايب شغلته يسعى يعمل لك خدمه عامه تستفيد انت منها، غير هالخدمه الخاصه اللي بتزعل كرماله اذا ما قدر يعملها، او بتزعل او بتنبسط منه اذا عمل لك اياها. في ثقافه بدك تشتغلي فيها، بس ما في اجي انا والله نايب مدير ما حدا يحكيني، انا بروح بشرع ما بتعاطى مع حدا صفله، ما بتصير هي. في واقع بدك تعاطي معه تقليدي بدك تواجهيه، وتدريجيا بتطور الثقافه تبع الناس. بس قد ما فيك ما تخلي عن هذا الشيء التغيير التقدمي اللي عندك إيه، صح؟ طيب بزيت الشيء هلأ هون نحن اليوم ما فينا بهالتفاهم نقول والله فجأة لا تفاهم سياسي يلا يا شباب تمشوا معه وين ما كان. في اعتبارات محلية وعائلية بالانتخابات البلدية ما نصطدم فيها، في واقع ما نصطدم فيه لسبب الدوز السياسي، مش قد ما يعني إذا بدك منا الانتخابات البلدية الاستحاء المثالي لترجمة هذا التفاهم السياسي اللي صار بمعراب، ولن تكون إيه بس إلا ببعض المحلات قد تكون يعني هيك يعني مثل هلا رح تعطي مؤشرات إيه تعطي مؤشرات خصوصا بالمناطق اللي قدرتوا تعملوا فيها لوائح توافقية مؤشرات. يعني بس برضو حتى هيدي بقول لك في دائما اعتبار محلي، يعني ما بتعطي ما بتقدر تعكس مزبوط بالسياسة شو حجمه إلا بانتخابات نيابية. هيدا لأنه الخيار عند الناس سياسي بامتياز، يا هون يا هون. ما فيش ميت حل. مش انه انا هون بس ابن عمي وابن خالتي وخالي وخبرية بلديات خبرية بنية بغير شيء ما بعود في إلها. يعني نحن رح تنتهي حلقتنا نحن وياك استاذ ألعون، انا بدي اشكرك لحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك، وبدنا نرجع نعايد طبعا الطوائف المسيحيه اللي تابعه التقويم الشرقي بعيد الفصح، ونلتقي بعيدك يعني لك كمان، وانا انت ما نحسبك على جورج على استاذ جورج ولا بعيد مع اثنين ونحن بنرجع بنلتقي بكره اكيد ما في حلقه، بنلتقي التنين الله راد، بس التنين الساعه 12 الظهر استثنائيا لان كمان في قداس، وانا مبلش بموضوع الانتخابات البلديه طبعا. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.